ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا هنا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في البيعه. كما الان يتمنى لي البعض الله يخلصنا من هذا السيء. وسمعت بعضهم يقول ملكا الله. أما تطلق على من لا يعتقد بدينك أنه لا أخلاق له، هذا خلاف الواقع. ويحرم يحرم يحرم، أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات المسلمين كل البشرية. لا ملازمة بين عدم الإسلام ومهدورية الدم، ولا أقبل بنظرية دار الإسلام ودار الحرب ملازمة.